السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أعلنت موتورولا اليوم على جهازين الموتو جي 30 والموتو جي 10. سنتعرف معا في هذا الفيديو على مواصفات وسعر الموتو جي 10، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو، بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا، لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بداية مع الشاشة، يأتينا الموتورولا موتو جي 10 مع شاشة من نوع IPS LCD. شاشة هنا كبيرة تأتينا بحجم 6.5 إنش وبنسبة استحواذ 82.2%. الشاشة تأتينا مع ووتر دروب نوتش للكاميرا الأمامية. ظهر الجهاز مصنوع من البلاستيك والفريم مصنوع من البلاستيك. كما نجد في الظهر مستطيل فيه 4 كاميرات خلفية وفلاش LED. الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f1.7. الكاميرا الثانية كاميرا ألترا وايد لتصوير الزاوية الواسعة، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. الكاميرا الثالثة كاميرا ماكرو لتصوير الأشياء من قرب، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا ديبث سنسور، تأتينا بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.4. بالنسبة لكاميرا السيلفي، الموتورولا موتو جي 10 يأتينا مع كاميرا أمامية فقط، تأتينا بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2. ننتقل إلى المعالج، حيث يأتينا الجهاز مع معالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 460 بتقنية 11 نانومتر، معالج ممتاز جدا مقارنة بالفئة السعرية التي ينزل فيها الجهاز، لن تواجه معه أي مشكلة. فيما يخص البطارية، موتورولا تضع لنا بطارية عملاقة في هذا الجهاز بحجم 5000 ملي أمبير. بطارية ستعطيك تجربة استخدام أكثر من يومين إذا كان استخدامك خفيف أو عادي، أما إذا كان استخدامك ثقيل فستعطيك تجربة استخدام يوم كامل دون الحاجة إلى شحن الجهاز. الموتو جي 30 يأتينا مع USB Type-C، يأتينا مع بصمة في الظهر، يأتينا مع لاود سبيكر عادية ويدعم مدخل 3.5 ملي للهيدفون جاك. وسيتوفر الموتورولا موتو جي 10 بنسختين. النسخة الأولى تأتينا مع 64 جيجا للمساحة الداخلية و 4 جيجا للرام، أما النسخة الثانية فتأتينا مع 128 جيجا للمساحة الداخلية و 4 جيجا للرام. كذلك الجهاز يدعم مدخل للإس دي كارد. كما سيتوفر الجهاز بلونين، الأورورا جراي والإنسيدنس بيرل. ويبدأ سعر الموتورولا موتو جي 10 من 150 يورو، ما يعادل 180 دولار. سعر ممتاز جدا لكل ما يقدمه الجهاز، فعلا جهاز من الفئة الاقتصادية، يأتينا بأفضل المواصفات. تقريبا لن تجد أفضل من هذا الجهاز في هذه الفئة السعرية. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام الفيديو. إذا كان لديكم أي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات. وفي النهاية أشكركم على المتابعة، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكراً.